بسم الله الرحمن الرحيم. تالت نوع من انواع صناديق الحوار يا باشمهندسين اللي هو البيلت ان دايالوج بوكس، اللي هو عباره عن صناديق الحوار المدمجه. صناديق الحوار المدمجه، احنا طبعا انواع صناديق الحوار ثلاثه. اول حاجه اللي هو المسج بوكس، صندوق الرسائل. تاني حاجه الانبوت بوكس اللي هو صندوق الادخال. تالت حاجه اللي هو البيلت ان دايالوج بوكس اللي هو صندوق الحوار المدمج. دي عباره عن صناديق الحوار القياسيه الخاصه بنظام النوافذ زي صندوق الفتح، صندوق الحفظ وهكذا. بمعنى انا لو عندي ملف زي ملف الوورد ده وجيت قلت له فايل اوبن، هيفتح لي نافذه. اهي النافذه ديت اسمها نافذه الفتح الخاصه بنظام ويندوز. طيب لو انا جيت قفلتها كده وقلت له فايل سيف از، هيفتح لي نافذه تانية اسمها ايه؟ اسمها نافذه الحفظ الخاصه بنظام ويندوز. اهي ديت النوافذ اللي انا عايز اعمل زيها في الفيجوال بيزك. ومن امثلتها كمان النافذه بتاعت الطباعه اللي هي اللي بتجيب لي الطابعه وازاي اعمل برنت وهكذا. فانا ازاي يا باشمهندسين افتح او اصمم نوافذ زي ديت، او بمعنى صح اظهر نوافذ زي ديت في الفيجوال بيزك؟ قال لك سهله. طبعا لما تيجي تدور هنا على كيان اسمه كومون دايلوج مش هتلاقيه، اللي هو الدايلوج بوكس يعني، مش هتلاقيه هنا خالص موجود. فهتقول له كده كليك يمين، تقول له كومبوننت، ومن كنترول تختار ايه بقى؟ كومون دايلوج كنترول مايكروسوفت كومون دايلوج كنترول 6 تاني. تضغط هنا دبل كليك كومبوننت، وبعدين من كنترول تختار مايكروسوفت كومون دايلوج كنترول وتقول له اوكي. انضاف عندك هنا يا باشمهندسين اهوت، بقى اسمه كومون دايلوج، تيجي تضيفه عندك في الفورمه. طيب هتلاقي ان النيم بتاعه اسمه كومون دايلوج 1، نغيره ونخليه سي 1 علشان يبقى اسم سهل بالنسبه لنا. طيب وبعدين يا باشمهندس مثلا هنجيب زرار ونركبه عندي هنا، وجوه الزرار ده نقول له ايه؟ نقول له سي 1 دوت دوت ايه يا باشمهندس؟ شو مثلا اوبن. وبعدين يا باشمهندس نجرب البرنامج ونضغط على كوماند 1، فتح لك ايه بقى؟ فتح لك نافذه الفتح بتاع نظام ويندوز، بحيث ان انت هنا تقدر تختار مثلا ملف وبعدين تقول له اوبن فيفتح لك الملف يا باشمهندس. طيب لو انا جيت مثلا جوه الزرار ده وبدل شو اوبن قلت له مثلا دوت شو مثلا سيف، وبعدين قلت له رن، وبعدين ضغطت على الزرار فتح لك ايه بقى؟ نافذه الايه؟ نافذه السيف، نافذه الحفظ. تقدر بقى لو انت عامل ملف تقدر تحفظه. خلاص كده ممكن ممكن تاني. بس قبل ما نقول الحاجات اللي ممكنه تاني، الكلام ده يا باشمهندسين ما بكتبوش جوه حدث زرار. الامر ده المفروض الامر ده بيتكتب جوه حدث الاوبن بتاع قائمه فايل. يبقى لازم نعمل احنا اول حاجه قائمه فايل وجواها اوبن ونيو ومش عارف ايه، ونعمل قائمه اديت وجواها كوبي وبيست وكده، وبعدين نروح بقى على النيو ونكتب جواها ايه، اسف على الاوبن، ونكتب جواها ايه سي 1 دوت شو اوبن، او نروح على مثلا على السيف ونكتب جواها ايه سي 1 دوت شو سيف وهكذا. فهي طبيعه استخدامها مش جوه زرار، طبيعه استخدامها جوه القوائم. ما علينا نكمل. انا ممكن اشيل دوت شو سيف واقول له مثلا دوت شو ايه كلر، واقول له رن، اضغط هنا هيفتح لك النافذه بتاعت ويندوز الخاصه بمين؟ الخاصه بالالوان. طيب ممكن ايه كمان يا باشمهندس؟ ممكن اجي دوت شو ديت اشيلها واقول له دوت شو برنت او برنتر، وبعدين اقول له رن، وبعدين اضغط على الزرار يفتح لي ايه؟ يفتح لي النافذه بتاعت الطباعه، بحيث ان انا لو اختار الطباعه بتاعتي وبعدين اقول له برنت فيطبع لي الحاجه اللي انا عايز اطبعها. فاصبح دلوقتي يا باشمهندسين الكومون دايلوج او البيلت ان دايلوج بوكس اللي هي صناديق الحوار المدمجه، هي صناديق بتمثل ايه؟ بتمثل صناديق الحوار القياسيه الخاصه بنظام النوافذ. وبقيه الكلام اللي في الورقه ده هو ده اللي انا شرحته في الفيديو. لما يجي لك تعريفها هتقول له هي عباره عن صناديق، صناديق الحوار القياسيه الخاصه بنظام النوافذ زي صندوق اوبن وصندوق سيف. وده بنحصل عليها ازاي؟ بنحصل عليها عن طريق اضافه المتحكم بتاعها الى النموذج اللي هو الكومون دايلوج. وطبعا مش هيكون منضاف للنموذج، بس انت مش هتشرح الجزئيه دي، مش هتشرح ان انت هتقول له هجيبه من الكنترول، لا هتقول له يتم اضافته من صندوق الادوات الى النموذج، ومن ثم نستخدم الاكواد التاليه لاضافته او لاظهارهم. والاكواد هتبقى عباره عن ايه يا باشمهندسين؟ ادي اهو سي دي او سي 1 لو انت مسميه سي 1، او سي دي لو انت مسميه سي دي، دوت شو برينتر، دوت شو فونت، دوت شو كلر، دوت شو سيف وهكذا يا باشمهندسين. الجزء بتاع الكومن دايلوج بوكس اتمنى ان هو كده يكون مفهوم وجزء صغير وبسيط، بس الناس لو نفذته عملي هتفهم اكتر، هتفهم الموضوع اكتر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.